سلام تلموند، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله هو في اطار الوصفات الجد مميزه اللي غادي تخليكم بالعقل. غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي كتحمق رائعه بامتياز، واحد الوصفه غزاله 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 بكثره ما بنينه وزوينه. كاع الناس كيسولوا على المكونات ديالها باش كتصاوب. وصفه اليوم ان شاء الله هي حرشه ام القرى. شنو هي حرشة أم القرى؟ الناس ديال كازا عارفينها، كاين واحد المحل في كازا كيصوب هذه الحرشة، هذه عليه إقبال كبير، يعني الزحام كتسرب فيه هذه الحرشة بهذه الطريقة اللي غادي نشارك معكم اليوم إن شاء الله. ولكن الناس ما عارفينهاش باش كتصوب، شنو المكونات ديالها، كيفاش كتصوب، سر البنة اللي فيها، لأنها بكثرة ما كتجي بنينة 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 بزاف، فعليها إقبال كبير، ديما الزحام عليها في المحل، كتسربها فوق الفطور او لا في الكوتي، رائعه. وكاع الناس اللي سبق لهم داقوا هذه الحرشه عند ام القرى، سواء ناس كازا او الناس اللي جاوا لكازا غير بالصدفه وكان عندهم هذه الحرشه، كل شيء كيقلب على المكونات ديالها، حتى واحد ما عرفهم ما عرفوش سر البنه وسر المذاق. اليوم ان شاء الله غادي نشاركوا معكم، بقاو معايا ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه تحضير حرشه ام القرى. في زلافه اولا في اناء غادي نحتاج 400 غرام ديال السميده الرقيقه ديال الذره اولا ديال المزقور. شخصيا كناخذها من اسواق السلام، من الجهه اللي كيكونوا فيها المنتوجات المغربيه الخاصه بالتعاونيات، كتكون هكذا هي السميده الرقيقه كيتصوب بها البغرير والحرشه، غير هي تتكون ديال الذره ماشي البولينتا، السميده ديال الذره اللي كتكون رقيقه، تتكون بحال السميده ديال الحلوه. زدت عليها هنايا 350 غرام ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات، السميده اللي كنصوبوا بها المعلكه ديال السميده والكوك والبغرير. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، وغادي نزيد عليهم قياس واحد 3 المعالق كبار ديال السكر. ما تكثروش السكر، الله يعطيكم السترن. هاد الكميه اللي درت راه تقريبا كيلو الا ربع ديال السميده مخلطه ما بين السميده الرقيقه والسميده ديال الذره، درت فيهم غير 3 المعالق كبار ديال السكر فقط. غادي نزيد كذلك قياس واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه باش نصحح الذوق، وغادي نخلط المكونات مع بعضياتهم. الا لاحظتوا راه السميده ديال الذره اكثر من السميده ديال الحلوى، فهذا سر من اسرار هذه الحرشه باش كتجي بنينه. كلنا كنعرفوا الذره، اي حاجه فيها شي حاجه اولا شي منتوج ديال الذره كتجي بنينه. هنايا عندي كاس العنبه لاروب ديال الماده الدسمه مخلطه ما بين الزبده والزيت النباتيه، بمعنى غادي تحتاجوا نص كاس العنبه ديال زبده من اصل حيواني دايبه وبارده بدرجه حراره المطبخ، وغادي تزيدوا عليها 4 كاس ديال زيت نباتيه، في المجموع كاس العنبه لاروب ديال الماده الدهنيه. زدت هذاك الزبده دايبه مع الزيت على المكونات، وغادي نحرك مزيان هاد السميده هذه، وغادي نبسبسها مزيان. كتحاولوا انكم تفركوها مزيان وتحكوا السميده ما بين يديكم بجوجهم باش كتبسس، ومني كطيب كتجي مرمله، ما كتجيش هكذاك قاسحه ولا مدقسه، كتجي مرمله كدوب في الفم ورطبه، ما كتجيش هكذاك يابسه. غادي نبسها مزيان، نحكها بين يدي تقريبا من 3 حتى 4 ديال الدقائق. من بعد غادي نغطي هذا الخليط هذا ببلاستيك غذائي، وغادي ندير هذه الزلافه في الثلاجه ونخليها تبات ليله كاملها. هذا سر من اسرار الهشاشه والرطوبيه ديال هذيك الحرشه باش كتجي رطبه ومرمله كدوب في الفم. ضروري انكم ني تبسوها تخليوها ترتاح ليله كاملها، كتصوبوها بالليل. هما اصلا في المحل كيصوبوا كميه كبيره بالليل وكيخليوها ترتاح حتى لغد ليه. كان الجو سخون كما طرا لي انا صوبتها دابا في الصيف، كديروه في الثلاجه. كان الجو بارد كتخليوها غير في الكوزينه ماشي مشكل. بعد ما دوزات الحرشه ليله كامله في الثلاجه، غادي ندوز دابا للعجينه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز الفوريه على شكل حبيبات، تقدروا تعوضوها بالخميره ديال الخبز الطريه، حتى هي كديروا معلقه صغيره ما تكونش عامره بزاف. طلقتها بشويه ديال الماء، قيس واحد 3 المعالق كبار ديال الماء، غادي نحركها مزيان ونخليها على جنب باش كتطلق. الا نتوما صوبتوا هذه الحرشه في الصيف كتخدموا بالماء من الروبيني، الماء اللي زدت على هذه الخميره هذه غير من الروبيني، ما دافي ما سخون. الا نتوما صوبتوها في الشتوى من الاحسن الماده السائله اولا الماء باش غتجمعوا هذه الحرشه هذه يكون شويه دافي.
الحرشه هنايا من بعد ما بردات كما كتلاحظوا حيت هي فيها الماده الدهنيه نص كاس العنبه ديال الزبده، فمني كتبرد كتشد راسها. حاولوا انكم تفرتوها تحلوها حيت الزبده كتجمد مع البروده كتشد في راسها. حلوا هذيك السميده مزيان طبيعه الحال البروديه، اي حاجه فيها ماده دهنيه بحال الزبده راه كتشد راسها. حليتها مزيان، فتت هذوك الكويرات اللي فيها. هنا في هذه المرحله غادي نزيد جوج كيسان د العنبه ديال الدقيق الخاص بالحلويات نوع ممتاز، كاس د العنبه ديال النشا ديال الذره اولا مايزينا ما يعادل تقريبا 91 غرام ديال النشا. المكونات كلهم بالقياس ديال كاس العنبه وبالقياس ديال الغرام غادي نخليه لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. هنا غادي نزيد نسم هاد الحرشه هذه بجوج صاشيات ديال نكهه زهره البرتقال، تقدروا تعوضوهم بجوج صاشيات ديال الفاني. وهنايا زد جوج صاشيات اولا جوج اضريفه ديال الخميره ديال الحلويات اولا البيكنج باودر ما يعادل 16 غرام، كل صاشي فيه 8 ديال الغرام. حاولوا انكم تغربلوها ماشي مشكل. غادي نخلط هذوك المكونات مع بعضياتهم حتى ينسجموا النواشف مزيان، كتاكدوا انهم انسجموا. في هذه المرحله غادي نزيد البيض، حاجتي بجوج حبات ديال البيض حجم كبير يكونوا بدرجه حراره المطبخ. المكونات كلهم لا عطيكم ستر، جبدوهم على تيساع من الثلاجه وخليوهم في الكوزينه حتى كياخذوا درجه حراره الغرفه. غادي ناخذ هذوك جوج بيضات وغادي نطربهم مزيان. علاش كطربوا البيض هو الاول؟ باش ما كتحتاجوش انكم تعجنوا العجينه بزاف باش ما تخسرش لكم الحرشه، فكطربوا البيض هو الاول عاد كتزيدوا على هذيك الحرشه. غادي ناخذ المحلول ديال الخميره من بعد ما دابوا دوك الحبيبات ديال الخميره زدتوا على الحرشه. غادي نزيد معلقه صغيره ديال الخل، الا كان الخل ابيض كان احسن، ما كيكونش مجهد وما كتبانش الريحه ديالو في الحرشه. الدور ديالو في الحرشه انه كيهشها وكيخليها تجي مقرمشه من برا وهشيشه ورطبه من الداخل. غادي نبدا نحرك في هاد المكونات، الا لاحظتوا راني كنحرك غير بريوس صباعي، ونبدا كنزيد في الماء كنأكد وكنعاود. الا صوبتوا هاد الحرشه بحالي في الصيف فالماء باش تجمعوا الحرشه كيكون من الروبيني ما يكون سخون، صوبتوها في الشتوى من الاحسن دفيو الماء واحد شويه. غادي نبداو انا كنزيد في الماء وانا كنجمع في هاد الحرشه بريوس صباعي، ما دلكوهاش باش السميده ما تطلقش الخيط. غادي نبداو انا كنزيد في الماء وانا كنجمع حتى نحصل على خليط ديال الحرشه اللي كيكون مرخوف واحد شويه. شخصيا النوعيه ديال السميده ديال الضربه باش خدمت والسميده ديال الرقيقه ديال الحلويات باش خدمت، خداو ليا بالضبط باش نكون مضبوطه معكم نسيطرو ديال الماء بما فيه هذوك ثلاثه المعالق كبار اللي طلقت بهم الخميره. يعني هذوك ثلاثه المعالق كبار اللي طلقت بهم المحلول ديال الخميره راه زيتو من هذاك نص لتر ديال الماء اللي كنت موجده باش نعجن به. هي كنخدم بنفس النوعيه ديال السميده ديال الذره ديال ديك التعاونيه في اسواق سلام، كذلك السميده ديال الحلويات كنخدم بنفس الماركه، فانا كنعرف قياسي وقت ما صوبتها كنعرف شحال ديال الماء غادي نحتاج. هنايا نص لتر ديال الماء بقيت كنزيد فيه على دفعات شويه بشويه وانا كنجمع بريوس صباعي بلاد ليك حتى كترخف لكم العجينه وكتحصلوا على عجينه اللي كتكون مرخوفه ماشي جاريه بزاف وماشي قاصحه. ردوا البال السميده ديال الذره ما كتشربش بحال السميده العاديه، فما تكثروش الماء زيدوا شويه بشويه باش كتحصلوا على خليط بهذا القوام هذا. صلاعين بينتوما على حسب باش خدمتوا المواد باش خدمتوا تقدروا تحتاجوا نص لتر ديال الماء بحالي او لا اقل او لا اكثر، اهم حاجه كتحصلوا على هذا القوام. صلاعين بي جمعت جناب ديال الزلافه غطيتها بلاستيك غذائي وخليتها في الكوزينه تقريبا واحد نص ساعه حتى خمرات. الحال سخون دغيا كتخمر فيه، الا كان الحال بارد عطيوها الوقت حتى كتشوفوها انها خمرات، كتخليوها هاد نص ساعه هادي كترتاح منها كتخمر ومنها كتشرب السوائل، كتشوفوا انها شربات ما بقاتش هكذاك مطلوقه تجمعات وشدات راسها. صلعن بي نيشان هذا هو القوام اللي خاصني. من بعد ما ارتاح الخليط وخمر غادي ندوز دابا للتشكيل ديال الخبيزات ديال الحرشه. عندي هنايا خليط ديال السميده، درت كاس ديال العنبه ونص ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات وكاس ديال العنبه ديال السميده الرقيقه ديال الذره. غادي ناخذ شويه ديال زيت نباتي ندهن به يديه باش كي تكونوا كتخدموا ما كتلصقش لكم العجينه في يديكم وتبرزدكم. غادي نبدا نشكل في العجينه على شكل خبيزات. الكميه اللي شاركت معكم ديال كيلو لاروب ديال السميده كتعطيكم 5 د الخبيزات ديال الحرشه حجم كبير، نتوما كتحكموا في الكميه اللي بغيتوا، بغيتوا قل كتقسموا المكونات على جوج، بغيتوا اكثر كتضاعفوا المكونات.
كناخذ هذيك العجينه وكنبدا كندور فيها في ديه حتى كنشكلها على شكل كره. من بعد كنحطها في الخريطه ديال السميده، السميده العاديه والسميده ديال الذره، ونبدا كندور فيها هكذا ونلبسها مزيان بهذيك السميده. من بعد غادي نهزها في ديه، نحيد الفائت ديال السميده اللي كيكون لاصق فيها، نسوسها هكذا واحد شويه ونحطها في اللاطه اللي سبق ليا وفرشت فيها ورق الطهي. نحفف ليها الجناب ديالها، نقاد ليها الجناب باش كتاخذ شكل دائري، وغادي نضغط ماشي نضغط غادي نقرصها واحد شويه، ما تقرصوهاش بزاف، ماشي تبقاو تقرصوها حتى تواطيوها مع اللاطه. حاجتنا بحرشه تكون على شكل خبيزات، كنقرصها غير واحد شويه باش تاخذ شكل مقاد صلاة النبي. وغادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نبقى نشكل في الخبيزات ديال الحرشه، ندهن يديا ديما بشويه ديال الزيت نباتيه، نشكلهم على شكل كويرات، نفندهم في هذيك السميده ونحطهم في اللاطانيجان، ونحاول انني نقاد لهم الشكل ديالهم. واحد الحاجه اخرى بغيت نشير لها، بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا هذه الحرشه حجم متوسط او لا صغير، ماشي مشكل ديروها بالاحجام اللي نتوما بغيتو. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي. من بعد ما ساليت التشكيل ديال الخبيزات ديال الحرشه، غادي ناخذ فرشيط وغادي نبدا ندير فيهم كل خبيزه ندير فيها ثلاثه ثقبات، باش ملي تكون هذه الحرشه كطيب في الفران كتلقى منين تنفس وما كتفرقعش بزاف ويخسر لها الوجه ديالها. سبق ليا وشعلت الفران، خليته كيسخن على درجه حراره 170، شاعل غير من التحت. غادي ندخل لاطا ديال الخبيزات الحرشه للرف الوسطاني ونخليهم كيطيبوا، كياخذوا تقريبا من 40 حتى ل 45 دقيقه باش كيطيبوا مزيان. من بعد كتشعلوا عليهم، من بعد ما كتاكدوا انهم طابوا بطبيعه الحال كتشعلوا عليهم شويه من الفوق باش كيتحمروا، كيجيو حمرين بهذا الشكل هذا رائع. بغيتوهم هي ذهبيين ما تحمروهمش بزاف، هذا الشيء كيرجع لكم. فشخصيا الحرشه ملي كتكون محمره مزيان كتكون غزاله، فهنايا كي كتجبدوهم من الفران وهما باقيين سخان كتبداو تقطعوهم على شكل كرويات، او لا كتراسيو الحرشه، كل حبه ديال الحرشه او لا كل خبيزه ديال الحرشه كتقطعوها بالموس هكذا بشكل افقي وعمودي. كي كتلاحظوا راه الفيديو كله واضح وباين. الى شفتي حاجه مثلا غادي تجيكم صعيبه، كنزومي الكاميرا باش كيبان لكم مراحل الخدمه. فمني كملت نشرح الحبه ديال الحرشه، دورتها ثاني للجهه الثانيه وغادي نشرحها ثاني بشكل عكسي هكذا، وغادي ناخذها ونديرها في تبصيل. كتسربيو هاد الحريشات هادو بشكل فردي، كل واحد كياخذ الحرشه ديالو في تبصيل فردي. هاد العمليه الله يعطيكم الصبر كديروها ليها وهي سخونه. كي كتجبدوها من الفران نيشان كتبداو تشرحوا فيها هكذا بالموس وكتقدموها وهي سخونه او لا دافيه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال الخبيزات الحرشه اللي عندي. من بعد ما كتساليو كتقدموا الخبيزات ديال الحرشه ديالكم وهما سخان او لا دافيين، كنأكد على هاد النقطه هادي باش كتحسوا كانكم كتاكلوهم في ام القرى. ملي كتسربيهم اخر حاجه كديروا شنو هي، كتاخذوا هاد الحريشات هادو كديروا كل حرشه تحت منها موس او لا معلقه، كتهزوها شويه الفوق باش كتحلوا هادوك البلايص اللي شرحتو بالموس، وكتسقيو مزيان هاد الحريشات هادو باملو. الناس اللي متبعين الصفحه ديالي في انستغرام فشاركت معاهم ستوريات انني هاد املو اللي خدمت به صوبته في الدار ما شريتوش. الا بغيتوا طريقه التحضير املو الامازيغي التقليدي على حقه وطريقه بلا اضافات وبلا دواخل وبلا تحريف، خليوها ليا في التعليق ان شاء الله باش نشارك معكم طريقه التحضير ديالو في الدار. يتقام عليكم رخيص ماشي بحال اللي شريتوه من على برا كيكون شويه غالي، بالاضافه للغش كيكون شويه مغشوش. كاينين الناس اللي ما كيخافوش الله وكيبيعوا الحاجه مغشوشه، فخليو ليا في التعليق الا بغيتوا نشارك معكم الوصفه ديال املو. صلاه النبي، هنايا الحرشه من بعد ما سقيتها مزيان باملو درت فوق منها العسل الحر، كديروا فوق منها كميه تكون سخيه ديال العسل. هذاك الشيء علاش قلت لكم ما تكثروش السكر في العجينه ديال الحرشه باش تبقى عندكم اريحيه الاضافه ديال العسل الحر، باش ما كتجيكمش الحرشه حلوه بزاف. واخر حاجه غادي نزيدها هي الجبن البلدي فوق من هذيك الحرشه من الجنب، وكتسربيهم بالصحه والراحه كيجيو رائعين. ناس كازا اللي كياكلوا هذه الحرشه عند ام القرى، او للناس اللي سبق لهم زاروا كازا وكلوا هذه الحرشه عندهم تما، خليوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم هذه الحرشه نهار جربتوها ونهار كلتوها، شكون اللي كان كيقلب فيكم على المكونات ديالها وطريقه التحضير، كيفاش كانت البنه ديالها، باش الناس تعرف علاش كنهضر. باش الناس اللي ما عمرهم جربوا هذه الحرشه في كازا
ولا ما عمرهم ذاقوها يعرفوا الجودة والبنة والجمالية ديالها كتجي شهوة منها. هي الشكل ديالها كيجي كيحمق، مشوفت العين ما كتعرفش شنا هي. البوست اللي درت كل شيء قال لي الحلوة الفلالية، رغم أنني ذكرت أنها ماشي الحلوة الفلالية، بشوفت العين كتجي رائعة. شوفوا لي كتجي شار فمزيان أملو والعسل كتجي رطبة 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 وهشيشة ومبسبسة ديال بصح كتجي مبسبسة. الحبة ديال السميلة على أختها رطبة من الداخل وفتية، ومن الفوق تجي مقرمشة بنينة 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 بهذيك السميدة ديال الدرا كتجي بنينة. أما أملو اللي كيكون مصوب في الدار على الليد فكيخليها تزيد بنة على بنة. نتمنى من الناس اللي غادي يصوبوا هذه الوصفة ردوا عليا الخبر في التعليق كيفاش كانت النتيجة ديالها. نهار تصوبوها غتولي عندكم إدمان وغترحموا لي الوالدين على هذه الوصفة، هذه كتجي شي حاجة اللي كتحمق. ما بقى نقول لكم صحة وراحة. إلى عجبتكم الوصفة ديال حرشة أم القرى ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس ما مشاركينش معايا في القناة مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الإنذار باش يوصلكم الجديد كل مرة ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا ألف شكر، نتلاقى بكم إن شاء الله في فيديو جاي. على بروشين، تشاو.